ورحمة الله وبركاته. أنت عارف الصعيد ده كم محافظة يا كامل؟ أنت تعرف أن الصعيد 55 مليون في مصر صعيدي اللي عايز تمنحهم من دخول رمسيس؟ أنت عارف الصعيد الأول ده كم محافظة؟ أما لما أنت وزير بتقول كده، أما لو غير وزير هتقول إيه؟ ليه العنصرية ده؟ ليه الكلام اللي ملهوش طعم ده ولا لهوش أي قيم ولا أي أخلاق؟ أنت كده بتزرع العنصرية في الوطن لما تمنع الوطن من دخول وطنه. أما رمسيس ده يدخلوا مين؟ يدخلوا المنافقين ورقصات، تدخلوا سامية المصري وفيفي عبده. لما الصعيد مهبط الرجال ومهبط الزعماء ومهبط الكرماء ما يدخلوا شيء، مين يدخل الصعيد؟ مش تحاسب على كلامك اللي بتقوله وتأجر حساب الناس. الصعيد ده بيجا في يوم من الايام كان رئيس جمهوريتك من الصعيد، وكان المفكرين والادباء والكتاب من الصعيد، رفاع الطحطاوي مش من الصعيد، الجرجاوي والمراغي مش من الصعيد، شيخ الازهر مش من الصعيد. أما لما عايز تمنع دول مش هسمي لك البلد، لأنه الصعيد مليء بالعلماء والزعماء والرجال. أما مين اللي يدخل رمسيس ويروح؟ طلعوا لنا جواد سفر ونروحوا بيه، طلعوا لنا جواد ونختموه هناك ونروحوا بيه، كانوا داخلين دولة ثانية. ده احنا ما منعوناش في الكويت من مكان لمكان، قالوش السعادة ما يخشش هني، تمنعنا من وطني؟ ايه العقليات داي؟ انتوا ما بتجسوش اللي بتقولوه، ما بتحسبوش اللي بتقولوه، بتهزمنا ليه الهزيمة السيئة داي؟ حد يتعدل عليه قال لك اللي بتقوله ده غلط؟ اعضاء مجلس الشعب بتوعنا اللي احنا سقفنا لهم وضربنا لهم نار ورقصنا لهم،